نجدد الترحاب بكل من ألحق سمعه بنا. أنتم دائما في الاستماع سيداتي سادتي إلى برنامج إطلالة على مغاربة العالم. سي عبد الرحمن مرحبا. أهلا وسهلا سي مصطفى. مرحبا. يمكن لك تحدثنا على هذه، لأن كانت واحد ظاهرة عجيبة هذا الصعود إلى القسم الوطني الثاني اللي كان يعني ما كانش الإمكانيات المادية كانت ضعيفة فكيفاش درتوها؟ كيفاش درتوا ليها؟ إيوا شوف إذا كنتي تبغي شي حاجة نعم تتكون النتيجة نعم تتكون إذا بغيتي المصلحة العامة نعم كما تيقولوا المصلحة العامة نعم تلقى النتيجة نعم. الإمكانيات ما تيبقاوش يبانوا لك السعادة المادية نعم ما كانش عندنا الفلوس ما كان سميتو نعم هو جمعنا اللعابة بعدا نعم جمعنا اللعابة واحد النقطة اللي بغيت الناس يعرفوها في تاريخ درب غلف نعم معمر الفرقة كانت فرقة 100% كلهم ولاد درب غلف نعم اللعابة نعم أول عام نعم أول عام اللي فريق الحياة ما فيها شي واحد خارج على الحي نعم أولاد درب غلف نعم فهمتي وما خسرناش أو أول نعم. أول عام ما خسرناش مقابلة وحدة ما خسرناش نعم وهذه كانت فترة متميزة أما تنقول لك أنا في التاريخ ديال درب غلف وتنتحدى أي واحد نعم 100% ولاد درب غلف نعم ما خسرناش مقابلة وحدة نعم وزيرو درهم ما عندناش الفلوس نعم الفلوس ديال التيران نعم تنكريو التيران نعم. كانوا بعض المسيرين تكريو نعم. التيران نعم وهذوك الفلوس هما باش نصيروا عند الحقيقة كانوا التضحية ديال اللعابة فهمتي نعم هادشي هادشي كلشي نعم. كانوا اللعابة ولا درب غلف كانوا رجالة نعم. واحد مجموعة ديال اللعابة واحد 30 تقريبا ولا 35 لعاب كلهم ما كانوش يقلبوا قد ما تيقلبوا على النية نعم وكان المدرب سي احمد النجاوي تا هو ضحك نعم بلا ريال بلا جوج نعم كانت هي ترى اللي قدمت نتيجة واحد العام ولا سميتو صاموتي نعم حنايا كنا ضحاو بالاخر سنه نكرر اللعابة نعم اللعابة ضحاو نعم ضحاو سميتو وكانت كان عام زعما كان عام مميز في تاريخ درب غلف نعم كان عام مميز نعم وشنو مع هذوك الناس مساكن الله يرحمهم كانوا ناس رياضيين نعم وكانوا ضحاو سميتو وعاوننا وسميتو جاب الله التيسير نعم وطلعنا للقسم الوطني الثاني نعم بغينا نعرفوا هاد الناس اللي اطروكم كيفاش كنتو كتمارسوا الرياضة في درب غلف وكنعرفوا أن الإمكانيات كانت ضعيفة شوية ولكن كان طموح كبير وكانوا ناس من وراء هذا العمل اللي تخلق في درب غلف اللي أعطى واحد صدى كبير ديما تتشوف ديما تتشوف تتشوف واحد القدوة سميته بحال حنايا كان الحاج عبد القادر الجيلاني الله يرحمه وكان حمو الرجال بالأخص حمو الرجال الله يرحمه سليم نعم. هو كان بحال خونا الكبير نعم. فهمتي نعم. كان هو اللي كان جينا وكان تيران نعم. وكنا نشوفوا سميتو نعم. نشوفوا مسيرين كبار نعم. سميتو بحال الحاج محمد بحال سميتو نعم. البوراوي الجيل ديالنا عاوتاني نعم. واحد الجيل ديالنا اللي تو تابع تبعنا دوك الناس تما في سميتو رغم الامكانيات ما كايناش نعم ناس السي عبد الرحمن اللي عطاو الكثير اللي ضحاو وما خداو والو وكان خاصه الميزه الوحيده اللي كانت عندكم وهو ان كان الملعب هذا الملعب اللي معروف اللي خرجوا منه واحد المجموعه ديال المواهب والنجوم الان كنسمعوا بان
هذا الملعب هذا مقفول، بغينا نعرفوا شنو هي هذه الاسباب اللي جعلت هذا الملعب هذا يتسد. انا لما تنسمع ما انا بعت واحد شويه من بعت من الرياضه وبعت من دير الغلب. نعم هذا الملعب انا واحد الوقيته فرحت. نعم فرحت. نعم تنسمع جا سيدنا الله ينصرو. نعم فهمتي. نعم جا سيدنا الله ينصرو وزاد الشن العشب الصناعي ديال سميتو. قلنا نعم قلنا الرياضه غادي تزدهر. غتزدهر نعم. وبالاخص كرة القدم. نعم هذوك الدراري الصغار وسميتو. نعم غادي يكونوا سميتو وكاين مؤطرين، راه كاين واحد الجمعيه بزاف تما كاينه ديال الدراري الصغار. نعم كل واحد عنده 50 60 سميتو 60 الدراري الصغار. نعم فهمتني. نعم قلنا غادي الزهر واحد واحد شويه ما طولش بزاف الملعب جاو بلعوا داك الكازو. نعم اللي تسن شيدنا. نعم وما عرفتش واحد مجموعه ديال الناس من فينا قال لك رئيس الجامعه كل واحد تيروح اللوم على الاخر. نعم ولكن الناس اللي مداخلين سميتو خصهم الدراري ولا الدراري بغاو اللي مسؤولين هما يقولوا لنا شكون. نعم شكون اللي خرب عليك التيران. نعم انا ما اتصور دابا الدراري الصغار عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين. نعم دابا 3 سنين غادي تولي عنده 13 عام دابا. نعم الدراري شغادي يتعلم دابا بدرب غلب. نعم وحي شعبي. نعم اش غادي يتعلم؟ هذا كان هو المتنفس الوحيد اللي كاين في الحي. هو اللي كاين صافي. نعم. القاعه ديال الهوب سي عبد الطيب التطوير باقي تيجري وتيضرب تماما بوحدو. نعم باش القاعه حتى هي سميتو. نعم هذاك السيد عطى حياته وعطى صحته وعطى ولاده. نعم راه باقي تيجري راه القاعه حتى هي باقا. نعم نعم كملوا سدوا التير. نعم خصنا شكون هاد الناس. نعم الناس والاخص الناس ولا الدرب غلف اللي داروا هادشي. نعم وما خصهادشي راه مشكلات وما كيراعيوش وما كيعرفوش بان هاد الوليدات وهاد الجيل هذا اللي دابا سدوا عليه هاد الملعب هذا انهم يصيفطوهم يعني للافات انحراف. الافات الانحراف الدراري دابا اللي كانت عنده 7 سنين 8 سنين هذا دابا راه ولد عنده 11 عام 3 سنين هذا. نعم راه الى جات واحد شويه صافي راه الله يستر صافي. نعم الله يستر يعني هاد الناس هادو يعني كيهتموا الا بالمصالح الشخصيه ديالهم ما كيهتموش بالمصلحة العامة. حنا وقيتنا ما كانش سميتو والحمد لله واحد المجموعة ديال اللعابة. نعم واحد لا جينيراسيون تبارك الله وصل عندي. نعم كلشي تزوج كلشي خدام كلشي ما كاينش اللي مريح ما كاينش سميتو. نعم راه هادشي اللي درب هذا هو اللي ربحنا من درب غلب. نعم راه ربحنا واحد المجموعة ديال واحد الأجيال. نعم واحد الأجيال اللي باقا تنتصلوا نعم تشوفوا بعضياتنا وكل شيء خدام تبارك الله كل نعم. شيء تيقرأ نعم. كل شيء بخير وعلى خير لأن الحي في ذاك الوقت هذا هو المهم في الرياضة والمهم ديال الحي. نعم لأن في هذيك ماشي تغلق التيران ومريحين عباد الله سميتو كارثة عظمى. نعم. كارثة. نعم كارثة و... بغينا نعرفو. نعم. أنا ما عرفت شكون بعد السبب ما عرفناش. نعم واحد القضية أخرى هو انسحاب. نعم انسحاب فورفي جينيرال ديال أكبر فريق ديال اللي تمثل درب غالب. نعم أعرق الحياة البيضاوية. نعم أعرق فريق. نعم راه السبب. نعم السبب ديال انسحاب ديال الحياة هو الملعب منين تغلق. نعم نعم هو السبب. نعم الناس تجري في الكواريس وتصور الحياة صاحبي. نعم الدار البيضاء المغرب كله تعرف الحياة الزقرب. نعم اللي عطاو الكثير عطاو بزاف بعد. نعم عطاو ربو أجيال. نعم عطاو أطور تصور دابا. نعم ديكلاراو فور في جينيرال. نعم ولا من يحرك ساكن ولا يسول لا والو الرياضة في درب غلب ناتج. نعم الرياضة ناتج في درب غلب. واش هادشي هذا كان هادشي كيبان بحال مقصود هادشي هذا
باش باش يتهمش هذاك الحي. انا خويا الدرب غلف في 85 تنمشي مره تنتلاقى مع الاصدقاء، ولكن باقى عندك الغيره على درب غلف. والله احنا درب غلف هذاك راه الدم درب غلف زدنا تما كبرنا تما الاصدقاء ديالنا تما فينا كلشي تما فينا. نعم نعم. وتصور المشكل اللي كاين هو الحياه. نعم الحياه البيضاويه. نعم زغرب باش يعرفوا واحد التسجيل اللي تعرفوا الحياه في زغرب. نعم عطاو الكثير، عطاو بزاف، وعطاو لاعبين كبار، عطاو لاعبين كبار وتخرجوا منا وطول كذلك منهم حرمه الله الممثل هي الممثل الوحيد ديال درب غلف كره القدم. نعم نعم، وهي اللي كانت كتغدي نجم الشباب باللاعبين و غدات الرجاء، غدات الرجاء والوداد و... نعم الجيش سيدي قاسم. نعم. عطاو اللعابه بزاف سميتها. نعم اما فور في جينيرال دابا ديك لا راهو فور في جينيرال. نعم يلاه وهادي دي انا ما عرفناش شكون هاد الناس، هاد الناس اللي دايرين هادشي شكون هما. انا اعتقد اني ان يعني التسيس ديال الرياضه هو اللي جعل هاد المسائل هذه. الناس هادو الخراب ديال الرياضه بدرب غلب. نعم هذه جريمه، هذه جريمه في حق الرياضه بدرب غلب. نعم